120 خرقا حوثيا للهدنة الأممية والميليشيات تدمر 3 منازل في قصف صاروخي على حي منظر. ميليشيات الحوثي تفرض قسم الولاء لزعيمها على خريجي المؤسسات الأمنية والعسكرية. انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية والسباق الرئاسي الأمريكي يقترب من النهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى نشرتنا لهذا اليوم. دمرت 3 منازل لمواطنين في حي المنظر بمديرية الحوك جنوب الحديدة جراء القصف الصاروخي الذي شنته ميليشيات الحوثي على الأحياء السكنية. ووثق تصوير الخسائر المادية الكبيرة لأصحاب المنازل وأثار الدمار الشامل الذي لاحق بالمنازل التي تحولت إلى أنقاض جراء القصف الصاروخي الحوثي. هذه الجريمة هي الثانية لميليشيات الحوثي في حي المنظر خلال أقل من نصف شهر، إذ شهدت الأحياء السكنية قصفا صاروخيا حوثيا أسفر عن تدمير 5 منازل وإصابة امرأتين و3 أطفال. هذا اليوم بتاريخ 6/11/2020 تم القصف من قبل ميليشيات الحوثي بصاروخ، وتم في منطقة مديرية الحوك مدينة المنظر، وتمت إلى هدم 3 بيوت من قبل ميليشيات الحوثي. هذه هي القصف العشوائي القوى السكنية. هم يقولوا هدنة هدنة هدنة. ارتكبت ميليشيات الحوثي 120 خرقا للهدنة الأممية في الحديدة خلال الساعات الماضية في سياق خروقاتها المتكررة. وأفاد مصدر عملياتي في القوات المشتركة أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 120 خرقا للهدنة الأممية في مختلف مناطق الحديدة، وأضاف أن الخروقات شملت أعمال عدائية ضد المدنيين تمثلت في قصف صاروخي ومدفعي واستهداف بالأسلحة المتوسطة على الأحياء السكنية والقرى. وأوضح أن الخروقات تركزت في مديرية الحوك وحيس والدريهمي والتحيتة ومنطقة الجبلية التابعة لها ومدينة الحديدة. إلى ذلك استهدفت الميليشيات الحوثية الأحياء السكنية بقصف صاروخي ضمن تصعيدها الممنهج والمتعمد على المدنيين. وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخا على أحد أحياء مدينة مأرب وسقط على أحد المباني السكنية، ما أدى لوقوع أضرار مادية بمباني سكنية وحالة من الهلع والفزع في أوساط السكان. يأتي ذلك في سياق تصعيد ميليشيات الحوثي اعتداءاتها على المدنيين بالقصف الصاروخي والمدفعي والطائرات المسيرة، مستهدفة المديريات المحررة جنوب الحديدة ومدينتي مأرب وتعز. لقي قيادي حوثي وعدد من مرافقيه مصرعهم مساء الجمعة شمال غرب محافظة الضالع. مصدر عسكري في اللواء 30 مدرع أكد أن وحدة المدفعية التابعة للقوات المشتركة استهدفت بقصف مركز مجموعة حوثية في منطقة بيت الشرجي على المحور الشمالي لقطاع الفاخر غرب مديرية قعطبة. وبحسب المصدر، صدت وحدة الاستطلاع معلومات دقيقة عن تحركات المجموعة الحوثية واستهدفتها بضربة مركزة أسفرت عن مصرع قيادي ميداني و5 من مرافقيه.
في الضلع أيضا أفشرت القوات المشتركة هجوما شنته ميليشيات الحوثي على معسكر الجب شمال المحافظة، وشنت الميليشيات هجوما على المعسكر من 3 مسارات بكثافة نيرانية من مختلف الأسلحة ترافقا مع تحليق لطائرات مسيرة حوثية فوق أرض المعركة التي تلقت خلالها خسائر فادحة أجبرتها على التراجع إلى مواقعها السابقة شمال بلدة صبيرة. وأوضح المركز العالمي لمحور الضلع أن الميليشيات شنت هجوما باتجاه المعسكر وانكسرت ثم حاولت الالتفاف من اتجاه الميسرة نحو قطاع بتار والميمنة نحو وادي صبيرة وحبيل الدهنة وتم التصدي لها. تسعى ميليشيات الحوثي بكل قوة لاستنساخ الحرس الثوري الإيراني في اليمن، وتلزم دفعات الخارجين في مناطق سيطرتها من الجنود والضباط بترديد شعاراتها وقسم الولاء لزعيم الجماعة بدلا من الولاء لله والوطن. يهتفون بشعار الولاية لزعيم ميليشيات الحوثي والبراء من أعدائه عوض القسم بالولاء لله والوطن والحفاظ على مكتسبات الثورة والجمهورية. هكذا بات حال خريجي هذه الدفعة من كلية الشرطة وبقية المؤسسات العسكرية والأمنية الواقعة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي. القضاء على الاستعمار والاستبداد ومخلفاتهما وإزالة الفوارق والامتيازات الطبقية بين المجتمع منجز تحقق لليمنيين بفضل تضحيات ثوار 26 سبتمبر و14 من أكتوبر، لكن ميليشيات الحوثي بمثل هذا القسم تريد إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وجعل اليمنيين مجرد منقادين لها ويأتمرون بأمرها ويبذلون أرواحهم رخيصة في سبيل بقائها في السلطة. هذا المشهد بقدر ما عكس مخطط الحوثيين الرامي إلى تكريس فكرهم القائم على ادعاء أحقية زعيمهم وسلالتهم بحكم اليمنيين وحق الاصطفاء الإلهي، فإنه أظهر بجلاء سعيهم إلى بناء ميليشيات طائفية تنقاد لأوامر الحرس الثوري الإيراني وإحلالها كبديل للجيش الوطني والأجهزة الأمنية. ونتولى العالم القائد سيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. ولم يقتصر الأمر على المؤسسات الأمنية والعسكرية، بل تغلغل القسم الطائفي في المؤسسات التعليمية، فمنذ أكثر من سنتين أدى أكاديميون ومسؤولون محليون في صرح جامعة إب القسم بالولاء والطاعة لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي. نقابة المعلمين اليمنيين كشفت في وقت سابق أن ميليشيات الحوثي تضغط على مديري المدارس والمعلمين في مناطق سيطرتها لإلزام الطلاب بترديد ما يسمى قسم الولاية في طابور الصباح في محاولة لتعميم تجربتها التي بدأت من محافظة صعدة معقلها الرئيس، حيث يردد الطلاب القسم المستورد من إيران منذ العام 2014. الاستعراض الحوثي هذا يعد رسالة إلى أسيادهم في طهران بأنهم ماضون في تدجين اليمنيين وجعلهم أداة من أدوات الحرس الثوري على غرار حزب الله اللبناني وميليشيات الحشد الشعبي العراقي، وتأكيدا لمن عينته إيران سفيرا لها لدى ميليشيات الحوثي حسن إيرلو بأنهم سيكونون خداما مطيعين لنظام الملالي وينشرون كافة المظاهر والنماذج القائمة على خرافة الولاية والوصاية المزعومة. لمناقشة الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف العميد علي ناجي عبيد خبير عسكري. سيادة العميد مرحبا بك. حياكم الله. نعم، كيف تقيم واقع المؤسسات الأمنية والعسكرية في مناطق سيطرة الميليشيات بعد فرضها قسم الولاء الطائفي على إحدى دفعات الخريجين في العاصمة صنعاء؟ السياسة الحوثية هي نسخة ثانية بغض النظر عن الزمن الواضح أو الكبير بين عام 62 وبين عام 2020 هو السلالة، لكن هذا لا تمثل كل الهاشميين. هناك بيت حميد الدين كان يضطهد الجميع بما فيهم الهاشميين اليمنيين، وكان أيضا الآن بيت بدر الدين الحوثي يكرر نفس النسخة يعني، وتحت الادعاء بأنه من البطنين، الحكم للبطنين، الإمامة للبطنين، يا أما من
الحسني أو الحسيني، لكن هذا استغلال، واستغلال للمذهب واستغلال للدين، ويستغلون الوطن والمواطن. إذن الشعار هذا هو جزء جزء هنا بدأوا يفشحون كل ما أتت من فترة، من يوم، من سنة، من شهر، أفصحوا أكثر وأكثر هناك عن سلوك في إطار السيطرة، هدفهم السيطرة والتشبه. التشبه بالحشد الشعبي معقول، لكن بغض النظر عن إخلافنا مع حزب الله فلا المشبه والمشبه والمشبه فيه فرق بينهما كبير جدا يعني. لكن أعتقد أنه أيضا استطاعوا أن يصلوا إلى مثل هذه الفجاجة والوقاحة بحكم تفكك الطرف الآخر في الصراع. لابد من لم الصفوف كي يدرس، كي يعطى درس، لا أن يتلقى منه المواطنين المواطنون في المناطق المسيطر عليها من قبل الحوثية الدروس ما فيها القسم بالولاء الشخصي لبيت بدر الدين الحوثي. نعم، برأيك سيادة العميد، ما الأثر المترتبة على تكريس ميليشيا الحوثي لمثل هذا القسم الطائفي في المؤسسات العسكرية أو التعليمية وبقية المرافق الحكومية؟ هنا المصيبة، المصيبة تبدأ من السيطرة على المؤسسات التعليمية أولا قبل كل شيء. نعم. من المدرسة ثم المؤسسات التعليمية والتدريبية والتعليم والتأهيل العالي في القوات المسلحة والأمن، لا تنتج هنا تنتج رجال المستقبل، وهذه المؤسسات العسكرية والأمنية في التأهيل تنتج قادة اليوم والمستقبل. فإذا سيطروا على هذه الجهة لها مخرجات أو نتائج مستقبلية سيئة على البلاد، سترسخ التقسيم الاجتماعي، التقسيم الفئوي، التقسيم التمييز العنصري هنا بالتحديد، هنا يعني هنا عنصرية 100%، فخطورتها كبيرة أن يأتي هنا السيطرة على العقل والسيطرة على القوة، وهم أيضا يسيطرون على المال. ثلاث قضايا إذا تم السيطرة عليها ولو من قبل فرد، فما البال من قبل فئة ولو قليلة، لكن لها خطورة على المستقبل. سؤال في الصميم التنبه له من الضرورة لدى كافة القوى الوطنية في المناطق المسيطرة عليها من قبل الحوثيين أو في المناطق المحررة أو في الخارج. وكذا الإقليم والإقليم، وإقليميا يجب أن يتنبه لأن الخطر لن يكون على اليمن شماله أو جنوبه، وإنما على الإقليم أيضا. نعم، بعد تعيين حسن إيرلو سفيرا لدى ميليشيا الحوثي، هل ستعزز إيران من حضورها في اليمن عبر ترسيخ أفكارها الطائفية من خلال ميليشيا الحوثي؟ نعم، شوف، إذا كان نقول هناك اعتمدت الميليشيات الحوثية على مجهود الحربي، استمرار الحرب وتعزيز مجهود الحربي على التهريب، تهريب الأسلحة وتهريب العتاد العسكري، فقد تجاوزت الأمر ووصلت إلى تهريب السفير من إيران. إذن لم يكن هذا بالخطوة البسيطة حقيقة يعزز الطائفية بشكل واضح. معروف أن المذهب الاثنى عشري هو دين الدولة وليس مذهب الدولة في إيران. فتصور كيف سيكون في اليمن، في اليمن الذي استطاع أن يتجاوز المذهبية، وكان أحد شعارات ثورة سبتمبر هي لا مذهبية بعد اليوم. إذا أتى اليوم الذي يعود فيها الطائفية باسم المذهبية. نعم. نعم، كان معنا عبر الهاتف العميد علي ناجي عبيد خبير عسكري، شكرا لك. ما بين تدمير الواقع بالحرب وسرقة الماضي بتهريب الآثار اليمنية ومسخ واستبدال الهوية اليمنية، يقف البلد الذي تمتد حضارته لأكثر من 8000 عام كمتحف مفتوح أمام السلب والنهب والتجارة غير الشرعية بأكثر من 1,000,000 قطعة أثرية ذهبت إلى كبريات المتاحف العالمية، ونهب الحوثي مؤخرا لأكثر من 14,000 مخطوطة أثرية وتاريخية.
أتت الحرب على حاضر اليمن وماضيه مدمرة حياة المواطن البسيط ومستهدفة أكثر من 150 موقعا أثريا تم رصدها وتوثيقها ضمن الأضرار الجسيمة التي من الصعب تعويضها أو ترميمها أو إعادتها لسابق عصرها. الدلائل والشواهد تقول بأن الطيران والمتحاربين على الأرض بمختلف تشكيلاتهم وانتماءاتهم تعاملوا مع تاريخ اليمن برعونة شديدة، وتم الاستهداف بشكل مباشر لعدد من الأعيان التراثية والأثرية النفيسة. صنعاء القديمة لم تكن سوى أحد ضحايا الخراب والدمار، فإلى جوارها متحف عدن الذي كان أول معلم أثري تم استهدافه بشكل مباشر من آلة الحرب، وقد تم استهداف متحف تعز أيضا بشكل مباشر عبر مدفعية الهاوتزر وكذا قذائف الهاون، وتم محو عدد من معالم قلعة القاهرة. ونتيجة لهذه الرعونة غير المبررة، فقد افتتحت شهية تجار الآثار الذين ينشطون حاليا بشكل غير مسبوق. ففي سبتمبر المنصرم تم القبض في تعز على عصابة تهريب قبل وصولها إلى المخا لبيع مخزونها من القطع الأثرية والمخطوطات بالعملة الصعبة، وليست هذه العصابة إلا فرعا من منظومة اتجار بالآثار في عموم اليمن. هذا وقد أشار تقرير لباحث أمريكي إلى أن هناك مليون قطعة أثرية تم تهريبها خلال سنين الحرب، وتكتظ بها مزادات واشنطن ومتاحفها بعدما أصبحت مثل هذه التجارة أحد مدخولات الحرب لميليشيات الحوثي بشكل أساسي، الذين يشبكون بعلاقات وطيدة مع عصابات سرقة تاريخ اليمن ويجدون منها مدخولا يصل إلى ملايين الدولارات. الحكومة اليمنية عبر أحمد عوض بن مبارك سفيرها في أمريكا كان قد اتهم صراحة مؤسسات أمريكية بدعمها للحرب في اليمن من خلال شراء الآثار وفتح الباب على مصراعيه للتهريب والتجارة، الذي يؤدي بحسب وصفه إلى استمرار الحرب نتيجة الإضرار الكبير لملايين الدولارات إلى جيوب أطراف الصراع في اليمن. من جانبها الحكومة الأمريكية أعلنت منعها مؤخرا لشراء أو تداول الآثار اليمنية، وعملت على حظر هذه التجارة غير القانونية. وتفيد الصور بأن متاحفا في واشنطن تكتظ بمئات القطع الأثرية اليمنية التي يعود تاريخها إلى 8000 عام. ضلوع ميليشيات الحوثي في هذه التجارة غير القانونية له أوجه عدة، فأقدم ثورة تم سرقتها جهارا نهارا من مطار صنعاء عبر يهود يمنيين جعلوا من سفر الثورة هذه سبيلا للوصول إلى نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي. وتكشف هذه الحادثة مدى تشبيك ميليشيات الحوثي علاقاتها بإسرائيل وكذا مؤسسات أمريكية. ولتمرير هذه التجارة، فقد أفادت تقارير بأن الحوثي يتملك مؤسسات ثقافية لتمرير احتفاظه بالمخطوطات الأثرية والتاريخية بصفة شبه رسمية، وهو ما جعل أصابع الاتهام تتوجه إلى ميليشيات الحوثي مؤخرا بإعلان الحكومة نهب الميليشيات لأكثر من 14,000 مخطوطة. الأمر لا يقف هنا فقط، فما سبق يصب في إطار سعي الميليشيات لمحو الهوية اليمنية وتاريخ ممتد لأكثر من 8,000 عام. يظهر ذلك من خلال إهمال متعمد للميليشيات في ترميم صنعاء القديمة ودخول الخرسانة وتغيير المعالم، ما سيؤدي بدوره فعليا إلى خروج صنعاء من إطار اليونسكو تماما وانتعاش تجارة الآثار. بل وصل الحال بالميليشيات إلى تجريف المتحف الحربي بإزالة صور شهداء ثورة 26 من سبتمبر وبيع مقتنيات نفيسة وإخفائها واستبدال حاضر المتحف بعقائديها وأفكارها الخاصة. وأمام كل هذا العبث المتعمد، ما يزال الحفاظ على تراث اليمن وتاريخه عبارة عن جهود هامشية ونداءات ليس إلا. محمد الصار، اليمن اليوم. في مصر انطلقت ولمدة يومين عمليات التصويت في الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وذلك في 13 محافظة. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في 9 صباح السبت في محافظات القاهرة والقليوبية وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والمنوفية والإسماعيلية والشرقية وبورسعيد والسويس ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء، فيما انتهت عملية التصويت للمصريين في الخارج والتي جرت أيام 4 و5 و6 من نوفمبر الجاري. وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء الهيئة من جميع التجهيزات الفنية والدعم اللوجستي لإتمام عملية التصويت، مشيرا إلى الانتهاء من طباعة بطاقات إبداء الرأي بالنظامين الفردي والقائمة ومعاينة المقار الانتخابية، والبالغ عددها 9468 لجنة فرعية للتأكد
من السلامة الإنشائية والفنية لها، وكانت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب قد جرت يومي 24 و25 من أكتوبر الماضيين في 14 محافظة، ويتنافس المرشحون في المرحلتين على الفوز ب 568 مقعدا بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي و 284 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة، فيما يحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء. أما انتخابات الرئاسة الأمريكية فبعد 4 أيام من إجرائها لا يزال السباق معلقا، بينما قرب العمل الطويل والشاق لإحصاء الأصوات في الانتخابات التي يقترب فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن من الانتصار على الرئيس دونالد ترامب، ويمكن أن يعزى التأخير في صدور قرار تحديد الفائز إلى الإقبال الكبير على الاقتراع والعدد الهائل من بطاقات الاقتراع بالبريد والفارق الضئيل بين المرشحين. لكن بايدن يحتل صدارة في بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا، مما يجعله في وضع أقوى من أي وقت مضى للحصول على 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة لتولي الرئاسة في البيت الأبيض. وهناك تركيز كبير على ولاية بنسلفانيا، حيث يتقدم بايدن على ترامب بأكثر من 27 ألف صوت، ونيفادا حيث يتقدم المرشح الديمقراطي بنحو 22 ألفا. النشرة مستمرة ومعنا بعد الفاصل. الثراء الفاحش لقيادات ومشرفي الحوثي مقابل فقر مدقع لأغلبية اليمنيين. داري كل بيت عن احترق. احترق البيت كامل بما فيه خلق ذا. هذه ملابس اللي فوقنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تغيرت ملامح الصورة النمطية لقياداته ومشرفي ميليشيات الحوثي من حفاة قدموا من كهوف صنعاء إلى حياة مترفة بالثراء والعمارات الفارهة والسيارات الضخمة خلال أكثر من 5 سنوات، جراء نهبهم لكل موارد الدولة وتأسيسهم لشركات بديلة للقطاع الخاص في مقابل ترك الملايين اليمنيين يصارعون الجوع والفقر والحرمان. على أنقاذ ملايين الفقراء اليمنيين الذين يعجزون عن توفير مقومات العيش والبقاء على قيد الحياة، يظهر الثراء الفاحش لدى قيادات ميليشيات الحوثي ومشرفيها، حيث انقلبت الصورة بشكل جذري حينما قدموا من كوف صعدة حفاة خلال اجتياحهم للعاصمة صنعاء أواخر العام 2014، وباتوا اليوم يسكنون البيوت الفارهة في الأحياء الراقية بالعاصمة صنعاء، ويتجولون على متن السيارات الضخمة والحديثة، ويعيشون وأسرهم حياة مترفة. ودخل الحوثيون عالم الثراء حينما سيطروا على المؤسسات الإيرادية التي تدر عليهم بالأموال، وصادروا مرتبات موظفي الدولة منذ أكثر من 4 سنوات، فيما قياداتهم ومشرفيهم يستلمون مراتباتهم الباهظة بانتظام. وكانت المؤسسات الإيرادية والبنوك الحكومية والخاصة هدفا لكبار مافيا الحوثي، حيث قاموا بنهب الأموال الموجودة في البنك المركزي وبنك التسليف التعاوني الزراعي والإنشاء والتعمير وصندوق النشئ والشباب وصندوق التراث والتأمينات الاجتماعية. ولم تكن شركات الهاتف السيار بعيدة عن بطش حيتان الحوثي، حيث تعرضت للصدو والنهب لأموالها وأصولها وإيراداتها. وبحسب تقديرات اقتصادية، فقد بلغ حجم الثروة التي جمعتها قيادات الميليشيات الحوثية من موارد القطاع العام والخاص والمساعدات الخارجية نحو 14 مليار دولار، منها ما تستثمر به في الخارج وأخرى أصول عقارية وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص التقليدي. وحولت الميليشيات الاقتصاد اليمني لاقتصاد حرب بعد تنمية الأسواق السوداء للمشتقات النفطية والغاز المنزلية والمضاربة بالعملة الوطنية وفرض الضرائب والجمارك المستحدثة والجبايات المتواصلة باسم مناسباتها الدينية على مدار العام، فضلا عن إنشاء شركات نفطية لاستيلاد المشتقات النفطية وبيعها، وفي مقدمة القياديان محمد علي الحوثي والناطق باسمها محمد عبد السلام، والاستئثار بموارد موانئ الحديدة الثلاثة
التي تدر عليهم بملايين الريالات بشكل يومي. وفرضت الميليشيات بعموم مناطق سيطرتها قيودا على بيع العقارات والأراضي، حيث تحتكر عملية البيع والشراء كوسيط بين البائع والمشتري، بعد أن ضارت عمليات سطوية على أكثر من 80% من أراضي وعقارات وممتلكات الدولة. وبالتزامن مع زيادة أنماط الحياة المترفة لقادة الميليشيات، فإن أكثر من 80% من المواطنين اليمنيين بحاجة إلى المساعدات، بينهم أكثر من 10 ملايين على حافة الفقر والمجاعة. اقتصاديون أكدوا أن أحد الأهداف الرئيسية لقادة الحوثيين هو الثراء، والذين يستخدمون عقيدتهم فقط كوسيلة للسيطرة على الثروة دون غيرهم. حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي من أن اليمن وثلاث دول أخرى معرضة لخطر المجاعة. وقالت المنظمتين التابعتين للأمم المتحدة في بيان مشترك إن 16 دولة إضافية تواجه حالة طوارئ غذائية رئيسة أو سلسلة من حالات الطوارئ خلال الأشهر 3 إلى 6 المقبلة. وعزت الوكالتان حالات الطوارئ هذه إلى الصراع طويل الأمد ونقص وصول المساعدة الإنسانية إلى المجتمعات المحتاجة والظواهر المناخية المتطرفة والتداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19. وقالت كلوديا بوكبيرة مستشارة الأمن الغذائي في برنامج الأغذية العالمي إنه من بين 20 منطقة شديدة التأثر هناك 4 مناطق تشعر بالقلق من أنها قد تواجه خطرا متزايدا بشأن الوقوع في براثن المجاعة إذا تدهور الوضع أكثر خلال الأشهر المقبلة، وهي بوركينا فاسو، شمال شرق نيجيريا، جنوب السودان واليمن. ويؤكد البيان المشترك أن تطور الوضع في هذه البلدان وخاصة الدول الأربع مرهون بشكل خاص بالوصول إلى المساعدات الإنسانية والتمويل المستمر للمساعدات الإنسانية. بدعوة لم يكررها نشرها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي طلب اليوتيوبر اليمني الساخر مصطفى المومري من اليمنيين منذ أيام مشاركته حفل زفافه في صنعاء، فتدفق المئات لتلبية الدعوة ما أثار ضجة كبيرة. وين المشتركين؟ وين المعجبين؟ وين المشاهدين؟ وين الضيوف؟ بدعوة بسيطة وعفوية أطلقها مصطفى المومري لأبناء اليمن لحضور عرسه الذي سيقام في إحدى الصالات في العاصمة صنعاء، فلبى الجميع دعوته وخلال ساعات قليلة بدأت الصالة والمناطق المجاورة لها تكتظ بالضيوف الذين وصلوا من كل مكان. فاضطر المومري ولأول مرة بنقل عرسه إلى ميدان 70، لكن الفرحة لم تدم كثيرا. بدأ ميدان 70 يمتلئ بضيوف العريس، وبدأ المومري من على سيارات أحد الضيوف يحييهم ويشكر تلبيتهم لدعوته. وبدأت قوات صنعاء التابعة للميليشيات الحوثية بإطلاق الرصاص الحي وتنادي بمكبرات الصوت على الجميع أفراغ المكان بدواع أمنية حسب زعمها. مجموعة صغيرة من محبي المومري استطاعت إخراجه بسرعة من وسط الضيوف قبل إلقاء القبض عليه من قبل عناصر الميليشيات الحوثية. وعاد مصطفى المومري إلى منزله ولم يعد الضيوف الذين ظلوا في الصالة وميدان 70 يطالبون العريس بالعودة لتكتمل الفرحة، الأمر الذي دفع المومري لتسجيل فيديو من منزله وتم عرضه في صالة الفرح. وملامح وجهه وانفعالاته تظهر مدى حزنه وقهره بسبب منعه مواصلة عرسه، مكتفيا بتحية الحاضرين عبر شاشة التلفاز. لا يعني اعتذركم خازي اين ودي وشي منكم، اقسم بالله اننا خازي اين شل وشي منكم بعد ما اننا شاء الغي العرس وارحلي وانتم منتظرين تبشروا مصطفى المومري. وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورا ومقاطع مرئية تحت هاشتاج أطلقوا عليه عرس مصطفى المومري، أظهرت حجم المشاركين في عرس الشاب مصطفى المومري، وهو يوتيوبر يمني يملك قناة خاصة به على اليوتيوب تضم أكثر من 800,000 مشترك. We'll be right back.
أقرت اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا بروتوكول الاستجابة لاحتمالية تفشي موجة ثانية من الوباء في اليمن بالتزامن مع ارتفاع أعداد الحالات حول العالم ووضع إجراءات احترازية جديدة من شأنها أن تحد من انتشار الجائحة وتخفف من الأعباء الملقاة على كاهل اليمنيين. يبدو أن عام 2020 لن يغلق أبوابه قبل أن يضع بصمة ملطخة بالسواد الذي اكتسحته الكوارث الطبيعية وانتشار الأمراض والأوبئة وعلى رأسها فيروس كورونا الذي يعود الانتشار مجدداً ليدق ناقوس الخضر عبر فصل الشتاء ويهدد حياة الملايين في مختلف دول العالم بعد أن أصاب 50 مليون شخص وفتك بحياة الملايين. ومع الاستعدادات التي تشهدها دول العالم أقرت الحكومة اليمنية بروتوكولاً للاستجابة الطارئة لمواجهة وباء كورونا المستجد، وأقرت اللجنة الوطنية في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك بروتوكول الاستجابة لاحتمالية تفشي موجة ثانية من الوباء بالتزامن مع ارتفاع أعداد الحالات المصابة حول العالم. البروتوكول تضمن عددا من الاستراتيجيات المقترحة للتعامل مع أي تفشي جديد للوباء، بينها رفع جاهزية القطاع الصحي للاستجابة للجائحة بشكل أفضل وتحضير المجتمع للتعامل مع احتمال تفشي الجائحة، إضافة إلى التنسيق المستمر بين اللجنة العليا للطوارئ والسلطات المحلية لإقرار سياسات موحدة. ووضع البروتوكول خطط للتعامل في حالة التفشي المحدود للوباء أو في حالة التفشي الواسع له، تشمل عمل المؤسسات العامة والخاصة والتعليم والمساجد والأنشطة الدينية وغيرها، وتنظيم اعتماد الموازنات والمبالغ المالية المخصصة لمواجهة الفيروس، إضافة إلى التركيز على حماية الكادر الطبي وتنظيم سفر المواطنين من وإلى اليمن، خصوصا بعد الحجر الطويل الذي تعرض له آلاف اليمنيين في مختلف دول العالم وعدم قدرتهم على العودة إلى الوطن. يتطلع اليمنيون مع موجة كورونا الجديدة أن توضع إجراءات احترازية يلمسونها على أرض الواقع وتحد من انتشار الجائحة مجددا، سواء في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية أو في المناطق المحررة، فالبلاد تواجه خطر الانهيار التام مع عودة انتشار الكوليرا وشلل الأطفال في ظل وضع صحي متردي، في مؤشر أن حياة الملايين باتت قاب قوسين أو أدنى من خطر الموت. يتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا عتبة 49 مليون شخص في وقت عاودت عدد من دول العالم فرض إغلاق جزئي أو شامل على مدنها جراء تفشي موجة جديدة من الوباء. وذكرت أخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد 19 بلغ أكثر من 49 مليونا و 780 ألفا، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 1,250,000 ألفا، وبلغ من تم شفاؤه من المرض 35 مليونا و 335 ألف شخص. سجلت الولايات المتحدة أكثر من 127 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في حصيلة يومية قياسية لليوم الثالث على التوالي، وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد 19 أنه بين يومي الخميس والجمعة سجلت الولايات المتحدة 127 ألف و 21 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 1,149 حالة وفاة. ولليوم الرابع على التوالي تسجل الولايات المتحدة حصيلة وفيات بكورونا تتخطى 1,000 وفاة، وهو أمر لم يحصل منذ أغسطس المنصرم، وبذلك ارتفع العدد التراكمي للمصابين بكوفيد 19 في الولايات المتحدة إلى 9,700,000 شخص والمتوفين إلى أكثر من 236,000 منذ بدء الجائحة. وتأتي هذه الحصيلة القياسية في وقت لا تزال الولايات المتحدة تنتظر نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء وتنافس فيها رئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن. ثبتت رسميا إصابة أكثر من 12 مليون شخص بفيروس كورونا في أوروبا حسب تعداد أجرته فرانس بريس استنادا إلى أرقام نشرتها السلطات الصحية. وأوروبا التي تضم 52 دولة تعد المنطقة الأكثر تضررا في العالم لناحية الإصابات، تليها أمريكا اللاتينية والكاريبي 11 مليون و500 ألف إصابة، وأسيا 10 ملايين و900 ألف، وتعيد مناطق واسعة في إيطاليا فرض
فرض تدابير إغلاق ومنع تجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في وقت عبرت منظمة الصحة العالمية عن القلق إزاء طفرة الإصابات بكوفيد 19 في أوروبا، وخشيت أن تتخطى الإصابات طاقة المستشفيات على الاستيعاب. أعلنت اليونان إعادة فرض حجر يبدأ السبت ويستمر لثلاثة أسابيع. ذكر المركز الروسي للاستجابة لمرض فيروس كورونا أن روسيا سجلت رقما قياسيا جديدا بلغ 20582 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصل الإجمالي إلى 1,733,440 حالة إصابة. وفي الوقت نفسه سجلت 378 وفاة جديدة، ما جعل إجمالي الوفيات يصل إلى 29887. وتعد مدينة موسكو أكثر المدن المتضررة من المرض في روسيا، بعدما سجلت 6253 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات فيها إلى نحو نصف مليون إصابة. وحتى الآن أجري أكثر من 63,500,000 اختبار في شتى أنحاء روسيا. وفي بريطانيا أصيب 23,287 شخصا إضافيا بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 1,146,484 شخصا. وأظهرت الإحصاءات أن الوفيات المرتبطة بالمرض في بريطانيا ازدادت بمقدار 355 حالة لتصل إلى 48,475 شخصا. وفي وقت سابق أعلنت المجموعة الاستشارية العالمية للطوارئ أن عدد تكاثر الإصابات بالفيروس في بريطانيا المعروف أيضا بالعدد R لا يزال يتراوح بين 1.1 و1.3، والعدد R هو واحد من عدد مؤشرات استخدمها العلماء لتحديد مدى سرعة انتشار الفيروس في البلاد. وإذا تجاوز العدد R رقم 1 فهذا يعني أن عدد الحالات سيزداد بشكل مطرد. وفي ألمانيا حذر وزير الصحة يانس سبان من عواقب أوقات عصيبة ستشهدها ألمانيا خلال الأيام المقبلة ما لم تتمكن البلاد من احتواء المسار المتزايد لحالات الإصابة بفيروس كورونا. وأخبر يانس سبان المشرعين في البرلمان الجمعة أن الوضع خطير، مشيرا إلى أن عدد مرضى كوفيد 19 الذين يعالجون في وحدات العناية المركزة بالبلاد قد تضاعف خلال الأيام العشر الماضية. وقال اعتبارا من اليوم يمكن النظام الصحي التعامل مع هذا الأمر موضحا، لكن تضاعف الأعداد كل 10 أيام أمر لا يستطيع أفضل نظام صحي في العالم مواجهته على المدى الطويل. فرضت الحكومة الدنماركية حجرا صحيا على نحو 250,000 مواطن يعيشون في شمال البلاد، حيث بدأ انتشار نوع جديد متحول من فيروس كورونا في مزارع حيوانات المنك، ويربي الدنماركيون تلك الحيوانات التي تنتمي لفصيلة العرسيات ويتاجرون في فرائها الفاخر. ولكن الحكومة كانت أصدرت قرارا لقتل 17 مليونا منها بسبب كوفيد 19. وهناك 1139 مزرعة منك في الدنمارك، ولذا كررت الحكومة مطالبتها المواطنين بالخضوع لاختبار الكشف عن كورونا. أعلن الرئيس البرتغالي فرض حالة الطوارئ الصحية اعتبارا من الأسبوع المقبل حتى يتسنى للحكومة اتخاذ قيود أكثر صرامة في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وقال مارسيلو دي سوزا إنه وقع مرسوما يتعلق بحالة الطوارئ الصحية ثانية تمتد أسبوعين على الأقل بعد عودة الإصابات بالفيروس إلى الارتفاع. وكانت السلطات البرتغالية قد أعلنت حالة الطوارئ لستة أسابيع خلال الموجة الوبائية الأولى في الربيع، ويعيش حاليا 7,100,000 شخص في ظل قيود جديدة، وقد طلب منهم التزام بيوتهم والعمل عن بعد إن أمكن. وسجلت البرتغال منذ ظهور الوباء نحو 167,000 إصابة بكوفيد 19 وأكثر من 2,700 وفاة. النشرة انتهت، عودة للعناوين.
120 خرقا حوثيا للهدى الأممية والميليشيات تدمر 3 منازل في قصف صاروخي على حي منظر. ميليشيات الحوثي تفرض قسم الولاء لزعيمها على خريجي المؤسسات الأمنية والعسكرية. انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية والسباق الرئاسي الأمريكي يقترب من النهاية. نشرة 5:30 موعد القادم، إلى اللقاء.